طيب محتاجين نفهم الوضع على الأرض عامل إزاي في قطاع غزة، إيه اللي بيحصل في رفح الفلسطينية، طبعا العجز الطبي الكبير تجاه يعني كل هذه الانتهاكات، ده اللي هنتكلم فيه مع أستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. يا أستاذ محمود مساء الخير، يا يعني وطبعا قلوبنا معاكم، أهلا وسهلا أسعد بحضرتك الله يا أستاذ مسائك محمود. ومساء جميع شعبنا الحر في مصر العروبة. الله يخليك، يعني طمنا، الأوضاع مؤسفة وإحنا عمالين نسمع عن مسألة المقابر الجماعية، اشرح لنا الصورة على الأرض أستاذ محمود. هو الواقع في قطاع غزة حقيقة واقع صعب، واقع مأساوي في ظل استمرار الحرب أولا على القطاع تقريبا لليوم الـ200 على التوالي لهذه الحرب التي استشهد فيها الكثير، المئات والالاف من المواطنين، واصيب فيها ايضا الالاف، ويعاني منها حقيقه كل سكان قطاع غزه على كل المستويات، على المستوى النفسي والمستوى المعيشي وعلى كل المستويات. هناك معاناه يعيشها المواطن هنا في قطاع غزه في ظل عمليات القصف واستمرارها، في ظل المجاعه الموجوده وظل التهجير والنزوح، كل هذا طبعا يؤثر على حياه المواطن الموجود في قطاع غزه. ولا زالت حتى اللحظة أيضا عمليات القصف مستمرة، ويعني يوم السبت حتى اللحظة تم اكتشاف هذه المقابر التي كانت في مجمع ناصر الطبي، والتي يعني بدأت طواقم الدفاع المدني تعمل على انتشال الشهداء الموجودين هناك في مجمع ناصر، وحتى اللحظة نتحدث عن أكثر من 200 شهيد تم انتشالهم من هذه المقبرة. وطبعا أيضا كان هناك انتشال لأعداد من الشهداء، تقريبا 110 شهداء من محيط مقبرة ناصر الطبي في أثناء اجتياح منطقة خان يونس. ولا زال حتى اللحظة يعني عمليات القصف مستمرة، في كل لحظة يكون هناك استهداف في منازل مأهولة بالسكان وغير مأهولة بالسكان. والواقع في القطاع صراحة واقع صعب، وتزداد الأمور صعوبة يوما بعد يوم في الحرب. لكن هل هو يعني قضية المقابر هي القضية التي ربما تكون هي القضية يعني الأكثر عنفا للاحتلال الإسرائيلي؟ لا بالعكس، يعني هذه قضية ربما نقول أنها إحدى القضايا التي ارتكبت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق السكان. حينما تقوم إسرائيل باستهداف منزل مكون من عدد من الطبقات وبداخله أكثر من 20 إلى 30 شخص تقتلهم كلهم بشكل مباشر، هذا أيضا جريمة. وحينما تقتل النازحين وتقتل الأطفال والنساء والمواطنين وتهجر الناس من منازلها وتحرمهم الاكل وتعاقب عقاب جماعي، كل هذه ايضا مجازر بحق المواطن هنا في غزه. ما يحدث في غزه وحدث في غزه ان دل يدل على انه بالفعل هو انتهاك للقانون الانساني بشكل مطلق. كل ما يخطر على بال المواطن من اعمال العنف واعمال اجراميه حدث في قطاع غزه، وهذا كله طبعا بدون استثناء. لكن للاسف الشديد الإعلام هنا حقيقة واقع صعب في قطاع غزة نتيجة الحرب ونتيجة التهديد ونتيجة عمليات القتل، وكل من يعمل في هذا المجال يتم استهدافه وقتله، وعلى كل المستويات هناك عقاب إسرائيل كل من يعمل في هذا الأمر. وأيضا يعني حتى يعني على مستوى استهداف المواطنين داخل أماكن النزوح، يعني قبل قليل استهداف في منازل تحوى عدد من النازحين تم استهدافهم، استهداف المدرسة والحديث الأول هناك يعني شهداء وإصابات في هذه المنطقة، والطواقم يعني الآن بدأت بعمليات. وأنتم يا أستاذ محمود إمكانياتكم كدفاع مدني برضو يعني مش محدودة، ما هياش موجودة، كلمني عنها. وفي الحقيقة يعني لو بدنا نحكي عن إمكانيات ضعيفة جدا. قبل حتى 7 أكتوبر قبل الحرب كنا نعاني من قلة إمكانيات ومن الوضع الصعب، واليوم طبعا بعد 7 أكتوبر أنا خرجت في 8 أكتوبر قلت للعالم إنه قطاع غزة لا يحتمل واقع الدفاع المدني الصعب، لا يوجد أي إمكانيات، لا يوجد أي شيء، وبالتالي لابد أن يكون هناك دعم لجهاز الدفاع المدني حتى يستطيع أن يمارس عمله بكل حرية مطلقة. لكن للأسف هناك فيتو إسرائيلي لمنع إدخال كل شيء يخص الدفاع المدني في قطاع غزة. يعني تخيل إنه من 8 أكتوبر حتى اللحظة لم يصل إلينا لتر وقطرة واحدة من الوقود، وكل سياراتنا تعمل على الوقود وكل معداتنا تعمل على الوقود، لم يصلنا أي لتر واحد. حتى على مستوى المعدات لم يصلنا معدة واحدة. سياراتنا تم استهدافها، طواقمنا تم استهدافها، ونحن قدمنا تقريبا 66 شهيد من طواقم الدفاع المدني، وعندنا تقريبا أكثر من 200 جريح منهم حالات بتر،
الاطراف، ومنهم حالات بحاجه ماسه الى الخروج للعمل في الخروج للعلاج في الخارج، ومنهم اسرى ايضا اختطفتهم قوات الاحتلال. هذا هو الواقع، الواقع ماساوي. حتى يعني طواقمنا لديها ارتباط واضح ووثيق مع المؤسسه الصحيه او منظومه الصحه. اليوم في مناطق الشمال من قطاع غزه اذا كان هناك استهداف للمنازل حقيقه نعجز عن ارسال الجرحى، لا نعلم اين نقوم بارسال الجرحى نتيجه انهيار المنظومه الصحيه. الاحتلال دمر بشكل واضح المشافي في شمال قطاع غزه بشكل كامل، مجمع الشفاء خرج عن الخدمه بشكل كامل، مستشفى الاهلي يعتبر الان هو عباره عن يعني عياده صغيره، المتبقي الوحيد الذي يخدم تقريبا 500 الف مواطن يوجد في عياده واحده. وعدد كان يعني في اللي حضرتك بتذكره واقع مؤلم، واقع مؤلم، والمجتمع الدولي بيغض الطرف للاسف الشديد عن يعني المأساة الفلسطينية في الوقت الحالي. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمود بصل، متحدث باسم الدفاع المدني في غزة.